زول زول ايثما تحيه لخوتي المغاربه الاحرار فيما كانوا تاهما، اصدقاء الصديقات اللي عندي في تونس وليبيا والجزائر وفي الدول الاوروبيه الاخرى، مرحبا بكم. ايثما سويثما غريفيين تيريفيين حرائر الاحرار ماني مات جام. نحاول ما نسيونا ما يسمى بخالد بشريوي يجي كاين يجن فيديو هذا موخ يستنى. المهم هذا زري من عني تبع من عني انا موخي كانت فيديو ني قال البحث ناس قال تصريح ني راشين قال البحث لنا اوكي توريق خاص السيدة والدتين ترجم مقال هولندي غا فرونسي هقاف ترجم غا جرينزيث نقل ميز ديكا كتزكيز الويب سايت قناة كرايم سايت دوت نيدرلاند ان ال. اليوم اخواني اخواتي غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم جدا بزاف اللي يهم واحد من اعطاء المافيا الدوليه لمو ما يسمى ب مغترات الصلبه. اولا خصني اخواني اخواتي بارطاجيو لان هادشي اللي غنقول مهم جدا بزاف ومهم جدا لا للدوله ولا للشعب، سواء في الريف سواء في الداخل سواء في الجنوب سواء في الشرق. بارطاجيو لان هادشي اللي غنقولو غنقولو بالعربيه باش هاد السيد هذا غنوقفو على حدو وباش كاع غيفهموا في المغرب هاد السيد هذا شكون هو واش كذا، باش لان ما بقاش حنايا نفضحوه تما في حسين والسلام، غنفضحوه امام الملأ سواء برا سواء الداخل. غنبدا نعطيكم خلاصه ديال المقام اللي تكتب على هاد السيد هذا اللي يسمى خالد بشريوي. نعطيه لكم بالعربيه بخلاصه، انا ترجمته بالفرنسي ولا نقرا لكم بالفرنسي شويه باش تعرفوا شنو كاين، لان حتى الملك تفهم فرنسي والدوله العميقه تفهم فرنسي والمخابرات تفهم فرنسي والوالي اليعقوبي تفهم فرنسي والمجيدي تفهم فرنسي. الو غنقراه لكم فرنسي نعطيكم خلاصه بالعربيه وبالريفيه على هذا الشيء هذا. وهذا المقال ماشي انا اللي كتب اللي انا اللي كتبته ولا حررته، هذا مقال ترجمته من واحد الموقع الكتروني اللي كاين في هولندا سميتو كرايم سايت كرايم سايت دوت ان ال، مكتوب بالهولندية انا ترجمته بالانجليزية والفرنسي. لا كوغ ان هاد المدينة اللي كاينة في هولندا سميتها ارنهم ا ار ارنهم ارنهم لا كوغ ارنهم جودي صافي جودي لي سانكسيون دونكيت ساتوريل soi-disant imposées confèrent même aux prescriptions de la procureure OM le principal suspect Ahmed C. اللي هو الشقيق هو الأخ الغير الشقيق لخالد بشريوي أحمد بشريوي أحمد سي اللي تحكم بالمناسبة بعشر سنين في الحسيمة اللي يعتقلوا الشرطة الوطنية والقضائية في سيدي عابد في الحسيمة في واحد الحومة في سيدي عابد عزوب عطاو له عشر سنين. سوسبكت أحمد a besoin de 8 ans de prison et son demi-frère que Khalid البشريوي a obtenu 4 ans de prison pour trafic de hashish international à grand échelle et blanchiment d'argent. طبويل الاموال. احمد 38 عام 38 اي خالد البشروي 49 ne sont jamais apparus dans la session. Ils sont plus susceptibles de s'enfuir au Maroc et ne sont jamais entendus par la police ou le juge en l'espèce. La défense a plaidé pour les récupérabilités des poursuites parce que l'accusé aurait eu un procès équitable. La police aurait fait erreur pendant l'enquête, des erreurs ont été commises en violation de la coopération internationale et les droits de la défense
parce qu'elles ont fait assez pour entendre le suspect. Ils sont deux mes frères, Ahmed. La cour a rejeté ses défenses au nom de la défense. L'enquête des suspects a commencé le 20 avril 2008 avec les recherches dans ces Arnhem, Medina fait Hollanda, Bemel, Afferden, Westervoort. La cour a déjà 12 défendeurs, 12 défendeurs condamnés à la prison et les services communautaires pour blanchiment d'argent et le trafic de drogue. Ahmed Al-Ahdi Al-Khalid, le frère de Khalid Bchrioui, a été condamné à la peine de prison maximum et son demi-frère Khalid Al-Bchrioui, lui, aurait facilité dans le blanchiment d'argent, de la drogue, voitures, bateaux, les espèces, les soldes bancaires et un grand nombre de bâtiments dans les Pays-Bas, l'Espagne et le Maroc a également saisi la justice. هاد خالد بشراوي راه هارب من العداله ديال هولندا، وكان داروا المحكمه ديالي موجوده في مدينه ارنهم. هادشي هذا في 2008، هارب من تبييض الاموال، اتجار الدولي في الحشيش والمخدرات الصلبه مع عصابات دوليه، مافيا دوليه، وكان معاه الاخ الغير الشقيق ليه هو احمد اللي كان هاود، هربوا جوج بيهم من المغرب لان كيستناو مازال في المحكمه اللي كاينه في ارنهم، كيستناو باش يحضروا باش يقدموا الافاده ديالهم او لا يتعتقلوا، ولكن مع الاسف هادو هربوا للمغرب. يهرب المغرب وبيضوا الاموال ديالهم في الحسيمه. اوكي. والاخ الاخر داو عطاو له 10 سنين لانه ما تفاهمش مع المخابرات، لانه بغى يفهم عليهم، لانه بغى يصرف، كيصرف واحد الطريقه تما، بغى ينفستي في الحسيمه وكذا وكذا، لان شرى لاكوس ديال تيمشدين واحد البحر في الحسيمه، والاخر دار دا واحد لاكوس سميتها ماتاديرو. ولهذا غنرجعوا لهذاك، كان لنا واحد الخبر اخر كيتعلق بهذا نفس الموقع، متورطين حتى في قتل واحد اللي وشاهم في مكناس، تبعوه قتلوه في لوتورو ديال مكناس في 2000 لا سيكريسي جونفي 2010. Alors, à le site de la criminalité, le livre a également prêté attention à cette affaire froide de si dans le cadre de la mort de Mohamed Habib Ghesbi. So, co-defender, c'était le cas de Hashish. Étant des circonstances suspectes allées à un accident de la circulation en janvier 2010 à Androum Knas, Maroc, quelques mois avant lui, Hybride a été maîtrisé la pression exercée par les membres de la famille d'Abknas ont lancé une enquête sur l'affaire, mais elle n'est devenue réalité. Ok. اقش هاد السيد هذا فاش متورط في التجاره الدوليه المخدرات، وكيكون هو كيقول لك سيدي انا رئيس مجلس الاقليمي للسياحه في الحسيمه، انا عضو في البلديه في الحسيمه، وانا عندي مشاريع في الحسيمه. الو ها السيد ها منين جه هرب من العداله ديال الهولندا وبالمخدرات الصلبه، وصهودوا من الحسيمه ودوا من المغرب، ودخلت معاهم دخل معاهم اصحاب القصار، اصحاب المخابرات، اصحاب البوليس، اصحاب كذا. انا غنعطيكم هذاك الشيء اللي وقع تما في ذاك البحر ما يسمى بالبحر ماتاديرو، اللي احتلوا هاد السيد هذا وتيتعطى الرخصه من الناس ديال بام، من فاطمه الصعيدي ومحمد بوطره اللي كان هو رئيس بلديه، دابا هو اللي كان رئيس بلديه، والاخرى اللي كانت رئيسه البلديه باسم البام والاخر بالبام، وهو ينتمي للبام وهو في اللائحه التي فازت في الانتخابات المحليه اللي كانت في الحسيمه مؤخرا. داو الاغلبيه في المجلس الحضاري ديال الحسيمه ومجالس القرويه، واستولوا على كل شيء، واستولوا الاراضي، واستولوا كذا. علاش؟ لان تبييض الاموال. انا نقول لكم اخواني اخواتي، اعطيكم شي حاجه اللي مهمه بزاف. هذا الشيء هذا ربما غتسمعوه لاول مره على هذا السيد هذا، وكنعطيكم يقين بان هذا الشيء اللي غتسمعوه اول مره غتسمعوه على هذا رئيس المافيا هذا اللي اسمه خالد بشريوي. بغيت نقول له لخالد بشريوي، الا انت تلعب طولانتي مع راسك ولا عندك مافيا ديالك في اوروبا ولا ما جو سي با، راه حنا ماشي مدلولين،
ما حنا يا شي حنا حمير ما كنفهموش شي ولا ما عندناش العقل، حتى حنا عندنا مخابرات ديالنا بجهد اكثر من داكشي اللي كتعامل انت معاها، وحتى حنا عندنا المافيا ديالنا اللي كتعاملوا معاها، حتى حنا عندنا المصادر منين كنجيبوا المعلومه ديالنا، حتى حنا عندنا تعاملات معاملات مع مخابرات خارجيه بلا ما نقول اسمي لينا السي خالد بشري. عفوا وقع شي تشويش، مقيدين بزاف وغادي ندخلوك الحبس هذه المرة، هذا من هذا الشيء اللي غنقرا عليك. نقرا عليكم توقيع التشويش، كيوقع لي التشويش هنا ما عرفت علاش. اخوان ديالي اسمحوا لي لان توقع لي التشويش هنايا ما نعرف شنو كاين، ربما غتبارطاجيو عاد من جديد وغادي ديروا كذا باش نعطيكم الحقيقه ديال هذا السيد هذا اللي داير راسو بحال الملائكة، هو اللي دار فيها كبير تما في حسيمة وتيتبوزا بالفلوس والطوموبيرات وكدا وملهيه من هنا. أنا أقول لكم ما سيدي هذا منين تجيب هاد الشيء، هاد القوة، هذا السيد هذا هاد السيد هذا اللي عنده الفندق المسمى أمير البحر الموجود في بحر ماطاديرو اللي هو ملك العام ديال الدولة ولا ديال الشعب، تنشوفوه بانه يتعطلوا الرخصه ويتعطلوا كراء البلاصه ماشي احتلال الشاطئ، وهذيك البلاصه هذا تعطات له من تحت لتحت للطابله بحكم القرابه لحزب البام والتبييض الاموال والاموال اللي تتعطى الحزب عن الصعيد المركزي اللي تيمولهم هو ومجموعه من الناس اللي بحاله اللي هما في الحزب غير مخبعين تما ما عنده حتى علاقه بالسياسه ولا بشي حاجه، اللي تا هما داخلين في العصابه اللي هدرت عليها هذه مؤخرا بطريقه او باخرى. الوغ هنا هذا الشخص هذا الاخوان الاخوات اللي تيسمعوا لي، هذا الشخص هذا كانت لديه عشيقه في هذا الفندق المسمى بفندق امير البحر الموجود في مطاذيرو، وهذا الشخص هذا السيده هذه من مدينه فاس، ما نقولش سميتها بصح من مدينة فاس وربما تعرفوها انتم ومازال يمكن غتعرفوا عليها، وهي من كانت تدير له الفندق. هاد السيدة هادي اللي من فاس هي اللي كانت كتسير له هاد الفندق هذا، لأن علاش؟ لأن هاد السيدة هادي عندها العلاقات كثيرة جدا اوكي مع جنرالات وخدام القصر وحتى بعض من حراس الملك، وعلاقتها هذه ربطتها مع هؤلاء اثناء تواجدها بدول الخليج، حيث كانت تعمل في بعض افخم كانت تعمل في افخم الفنادق هناك، والمعروف ان هذا السيد مسمى خالد البشريوي والبعض من عائلته مطورتي في قضية الإتجار الدولي في المخدرات الصلبة، وكان آخر اعتقال لأحد أفراد من عائلته منذ ما يقارب السنة ولا السنتين، حيث دهمت الشرطة العلمية وفرقة التدخل السريع مدججين بالأسلحة في حي سيدي عابد. اعتقدوا أو اعتقلوا شخص جد مقرب عائلي لخالد بشريوي كما قلت أنه الأخ الغير الشقيق، وبحوزته الملايين من اليورو، ماشي الآلاف من اليورو، الملايين من اليورو يعني الملايير، والمخدرات داخل منزله. وتلك الفاسية ربطت علاقة ما بين حاولت أن تربط أو تربط علاقات ما بين العنطوز خالد البشريوي مع كبار خدام القصر
وفي بعض الأحيان كان محمد بودرة الرئيس الحالي لبلدية الحزيمة، وفاطمة السعيد الرئيس السابقة لبلدية الحزيمة يجتمعون في ساعات متأخرة في ذات الفندق المسمى بأمير البحر وأمير بلاج، ومعهم بعض خدام القصر، وهذا كان في عز الزيارة الملكية، وكان البشريوي يخصص الفندق لهؤلاء كل زيارة ملكية للناس اللي تيجيو معاك الحاشية الملك وهاد الخدام ديال القصر والمخزن والروينة، هذاك اللوطيل كامل تيتعطى ليهم باطل فراك. إلا عنده شي دليل تيتخلص من هاد الشي هذا يورينا الفاكتورة، إلا عنده شي فاكتورة بأنه الدولة خلصت له لوطيل كومبلي أوكي، إيش من هذا كيدير هنا في عنده داكشي ديال الانترنيت وعنده مع داكشي، لان كان عنده واحد هذا السيد هذا كان عنده واحد المدرسه في التسعينات تيقري الرقانه الداكتيلو، وديك الرقانه من بعد جا لوردينات وتيقري. دابا ولا عنده لوطيل وعنده كيحكم في البلديه وتيحكم في القصر وتيحكم كذا وتيخدم على تيحكم على المخابرات المحليه وتيحكم كذا. هو السيد كان كيقري عيف الداكتيلو وكذا، عير خا عليك داش دا شويه دا راس مال كذا وطلع معاه ولا ظهر من تما هبطوا داك الرزق بجي كيتفاهموا علينا تما. والله ما والله ما نزوهم هكذا غير تيستاذ تعزه هما ياو امي ما نخصم. اوكي يا خالد، بحال اللي قلت لنا محمد بودرة اللي هو رئيس البلدية ديال الحسيمة الحالي اللي تنتمي ديال التميل ديال با، وفاطمة السعدي المعروفة بمقموش اللي كانت رئيس السابقة للبلدية ديال الحسيمة، يجتمعون في ساعات متأخرة في ذات الفندق المسمى بأمير البحر، ومعهم بعض خدام القصر، وهذا كان في عز الزيارة الملكية، وكان البشروي يخصص الفندق لهؤلاء كل الزيارة الملكية، وكان يأتيهم بفتيات ريفيات، واللي ما عنده شاهد كذاب تجيبوا العيد الدريات اوكي، تيجيبوهم لهاد الناس ديال خدام القصر وهاد خدام الدولة وهاد المخزن وهاد الروينة وهاديك العصابة اللي هضرت عليها ديك المرة، تيجيبوهم البنات حاشاكم باش يفسدوا في هاد لوطيل هذا من أجل الجنس والرذيلة، ويوفر لهم كل أنواع المشروبات الكحولية وحتى القزم السياسي. إلياس العمري أمين عام الحزب البام الأصل المعاصرة بالمغرب هو بنفسه كان يحضر إلى ذات الفندق مع كل زيارة ملكية، وأنا أو لا كما أنا شخصيا زعما زعما تنقول لهم هادو راه ديوثيين الصراحة بين قوسين. يعني هذه العلاقات المتشابكة هي التي غطت عن فندقه اللاقانوني، هذاك الفندق اللي مبني تما خالد بشراوي لا قانوني اوكي. الا ما كتعرفش اي القانون راه غادي نرفع عليك دعوة باش غتعرف شنو هو القانون اوكي السي خالد بشراوي. ومازال راه مازال تنحاول باش نقرا عليكم لي مهم. حيث كلما قامت أحد الجمعيات بإصدار بيان يستهجن به الاحتلال الذي يقوم به البشريوي، وإلا قام المنتخبون كمحمد بودرة وإلياس وفاطمة السعدي بالتدخل لثني الجمعيات المحلية التي قامت وهددت بالخروج والتهديد على ان ذلك ماشي قانون ديك البناء وماشي داك الشيء ما عنده علاقه بقانون الصفقات ولا قانون الكيراء ولا قانون حتى شي حاجه.
وهنا مازال أتذكر إحدى التقارير المرفوقة ببيان لجمعية آزير البيئية اللي تترأسها أحمد سميتو، نسيت السمية ديالو، ما تيهمش رئيس ديالها، المهم السي الأندلسي، السي الأندلسي عفوا، تستنكر فيها ما يقوم به خالد بشريوي من توسيع لفندقه وبناء غير قانوني واحتلال للملك البحري، لكن تعرضت الجمعية لرد عنيف من هؤلاء من العصابة، مما عجل بالسيد الأندلسي رئيس جمعية أزير بإلزام الصمت والتراجع على ما قام به مع الأسف. بصريح العبارة، الفندق أمير البحر كان وما يزال مرتعا لتهريب المخدرات، بالخصوص في فصل الشتاء، حيث أنه محمي من طرف كبار خدام القصر، وكان وما يزال مطبخا عفوا وكان وما يزال مطبخا ملائم للفساد العقاري بالحسيمة. ثم من ذلك البحر، من تلك المنطقة يسمى بشاطئ البلاطيرو، يخطط كل شيء ما له علاقة بالعقار والمخدرات، والأمر الذي جعلني شخصيا أتأكد من أن هذا المكان وصاحب الفندق له علاقة بالتجارة الدولية للمخدرات، وهو التأكيد الذي رأيته بعيني بأم عيني، هاد العينين هادو شفت هاد الشيء هذا، راه دوزت 3 شهور في الحسيمه السي خالد بشريوي، ربما راه انت ما كتعرفنيش ولكن انا طرح في الحسيمه كامله. شحال من واحد تيجي فيا غلط كيقول له هذا راه مجاي يدير السياحه، راه مخير ديت عليه الرابور تما، باش انتوما صفيكم هما الاولين، هاد الفساد وهذا الرشوان انتوما بعدا حيتكم هما الاولين غنديروكم محاكمه شعبيه تما في الساحه مولاي محمد ولا الساحه ديال الشهداء، محاكمة شعبية انتم خصكم، لأن لا نثق في القضاء المغربي، لأن سترش تعطيهم الرشوة تعطيهم الملايير والملايين وغتخرجوك من باب آخر، بصح انت خصك محاكمة شعبية، ماشي انت بوحدك، انت وبودرة والسعدي والياس العمري وبن شماش والعزوزي وبن عزوز نجمعهم كاملين هادو، مازال واحد بواحد، حنا كنا عي كان تقاتلوا مع الدكاكين السياسية والتصريحات ديالهم وما خرجوا به، وتيقولوا لك سيدي بلا 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 الانفصال وكذا، حنا يلا يلا عطيناهم الدرس، وراه العالم كامل شاف هذاك الدرس، الخروج ديال المسيرة الكبيرة، هذيك هي المسيرة الخضراء، فهمتيني، خلينا المسيرة المزورة، هذيك هي المسيرة الخضراء اللي خرجت بالغيرة والضمير باش تحتج وتعبر عن الاستياء ديالها من هذيك التصريحات ديال الصلاقيط ولا الصعاريد الأحزاب السياسية، ومن بعد تقول لك في المؤتمرات اللي كتتجدد دابا تقول لك حنا كلنا الحسيمة كلنا ريفونا، دابا ما بقيتيش ما بقيناش حنا انفصاليين، وحنا بغينا نهدوا المقدسات والتحدة الترابية والوطنية والجهوية، صافي حنا صافي ما بقيناش داك الشيء. ايوا دابا هاد السيد الاشقر اللي كيسمى السي الاشقر جاب على الناس، وقلتها لكم هذاك النهار بانه عنده مؤتمر، وكانت كنت كنتظر باش يعتذر هاد السيد هذا تما قدام المؤتمرين على داكشي اللي قال في التصريح ديالو داك النهار الببغاء، ما اعتذرش اي مع الاسف، رغم ان من هذاك المؤتمر في المجلس الوطني ولا داك الجمع العام ديال المؤتمر ديالهم الوطني العاشر اللي تعقد في بوزنيقه، هذاك الريافة اللي مشاو مثل الحسيمة كمؤتمرين، علاش ما فرضوش القوة ديالهم تما باش غيخرج بالبيان أو لا باعتذار لهذا الشعب، هذا الوفي، الشعب الكريم الوفي، الشعب الريفي، علاش؟ علاش تشيل شكر؟ علاش؟
علاش ترشحتي بوحدك وعاد داير التصويت السري؟ واش تضحك علينا ولا تضحك على المناضلين ديالك ولا تضحك على الشعب؟ واش عاد بوحدك اللي صحاب كدير السياسه غير شقر ولا العثماني ولا داك البياطقي اخرين؟ واش تعقل هاد الاتحاد شتينا كيفك كيف كان ولا ما عقلتيش هاد الاتحاد شتينا كيفاش كان؟ واش عرفتي لهاد الناس اللي اسسوا الاتحاد الاشتراكي ولا ما عرفتيهمش؟ الشقر، انت كنتي واحد ديال السيد اللي كان كيقوم بالاعمال القادره وتنفيذ الاعمال القادره كطيار ديال يزغي، اوكي، باش ناكد للناس اللي مازال ما كيعرفوكش، اوكي، انت كنتي الطيار ديال يزغي نهار اللي كان عنده نفوذ في المكتب السياسي، وانت كنتي في الشبيبه الاتحاديه، وكنتي في الشعبية الاتحادية، وكنتي كتوجه الناس، وعندك بلطجية، وكانت عندك قتالة، وانت براسك صرفقتيني بهذاك البوزنيقة اللي درتي فيه مؤتمر، صرفقتيني على طريق البلطجية ديالك نهار اللي هزتوني للمحل داخل، وصرفقتوني علاش؟ علاش صرفقتيني؟ لأن اكتشفت بأن عندكم تما حزب مخزني في 70% مو مخزنين كاع دي استي وكاع كذا، تيجيو يدو غير خبورات، ما كان لا مؤتمر ولا هم يحزنون، كان قله قليله اللي لها مبادئ الاشتراكيه وكذا. ما تبقاش تكتب على الناس، سير بعدا جري شويه، خذ تقاعد، نق شويه من هذاك الكرش، عدل الكرباطه مزيان، سير تسارى، سير دير العمره، خليك عليك السياسه، راه ما تقدش على السياسه. انا راه غنقريك في السياسه سير شقر، نقريك في السياسة ونبيع شريفك في السياسة سي محمد، اوكي. لازم ما خصكش تفكر بانه المغاربة حمير ولا المغاربة ما عندهمش تكوين سياسي ولا ما قارين شيء، هذا ماشي المدرسة او لا الجامعة اللي تتقري الاحرار، ماشي المدرسة اللي تمشي تقرر لهم المولاي ادريس ولا الادريس الثاني والثالث والرابع والخامس، راه دخلوا داو جابوا كذا القبة السوداء القبة الخضراء مولاي الدس الحمراء. هاد الشيء هذا ماشي ليستوار ديالنا هذا ولا التاريخ ديالنا، التاريخ مشينا قريناه وعرفناه، وهاد الشباب اللي خاديه الراية ديالها وخاليه كذا تعتزوا بذلك الراية وتعتزوا به لأنها تمثل التاريخ، لأن الصورة غتصور اليوم وغتخرج لك اللابوراتوار تصويرة غتعرف بان هاد التصويره ديال البارح تو راه سيتي اون استوار تاريخ هذاك، اوكي. غادي نصعد كذاب ونكمل لك العصير ديال كسر شقر، تنكمل مع هاد السيد هذا اللي عندنا واحد بوكريشه عندنا في حسبي زيتو خالد بشريوي، تنكمل معاه ونكمل لك السي باش تعرف الناس اللي ما كت... اللي كتعرف السياسه. الو غنرجعو لخالد البشريوي اللي قلتكم في الاول انه هارب من ما فهمتش هاد اليعقوبي ومازال كيجلس معاه وتيعرفوا بانه وفين هي هاد المخابره ديال المغرب باش تمشي تستفسر المخابره ديال هولندا والقطاع، وفين هي ديك وقام وزير العاد بعلاقات قضائيه مع الدول الفرنسيه ولا وفين هي العلاقات القضاء وعلاقات الدبلوماسيه وعلاقات ديال المخابرات؟ ايوا سيرو الهولندي يعطيكم معلومه، ايوا الا شفتوا هذيك المعلومه من هولندي ناجي هاد عقروني، لان ما نساوش هذاك الشيء ديال لاكي سوسيال اللي جبدتوه صحابكم نساوها هما، نساو هذاك لا سينيسيس واجتماعات والروينه وكذا وخرجت مش عام مليار ديال كذا باش تمشي تصرف على كذا وكذا. ما جبتوش نتوما عن طريق الوداديات المخزنيه المغربيه اللي كاينه في الجوامع، ما جمعش كلشي، تعطي التقارير للمخابرات الهولنديه من اجل اعتقال اعضاء الحركات من طف سبتمبر ولصق لهم بانه بائع من التجاره الدوليه لكذا. واش اجي وبيع في التجاره الدوليه؟ واش يدخل وبيع؟ ما اعتقلونيش تما انا في هولندا، حتى انا بوشايه هذا ما عندها علاقه بهذاك الشيء كاع، ما عندها علاقه كاع ياك. وحتى انا حتى حنا نردوا لكم بالقالب، درتونا قالب حتى حنا نديرو لكم القالب، واستناو داك القالب، اوكي. لهذا تنشوفوا حنا هاد المخابرات المغربيه اللي هرسونا، واش هاد المخابرات تقابل غير داعش؟ كل سنه كل نهار كل ثلاث ايام لقد اعتقلت فرقه مسلحه كانت تختبئ في سيدي قاسم، لقد غدا في الناظور، لقد كذا في نواحي الحسيمه، وكذا في الشقران تمسيح بالهليكوبتر بان هناك ارهابيين كذا، او تعرفوا هذا الشيء المخابرات. المخابرات تعرف بانه الحسيمه باغي يديروا الانفصال، هذا الشيء هي المخابرات. ايوا انتم عندكم مخابرات هي هذه، وراه دوله ضعيفه لان الدوله هي المخابرات.
ماشي هي الحكومه والعثماني والفتيت وكذا، هذوك راهي اشخاص وعصابه حتى هما براسهم. وهنا تنقول بالمهندسه بالملك محمد السادس، راه تيوجدوا لك باش يجمعوا لك الحساب. اوكي انا راه كنقول لك شنو كاينه السي محمد السادس، راه دوك الناس اللي حداك تما راه باغي يجمعوا لك الحساب. وفكر مزيان اش كنقول لك انا، انا عطيتك معلومه هنا من لندن وبغيت تعرف منين جات هذه المعلومه. اجي لندن دير زياره رسميه ولا خاصه، هو جيت فين نجلس، راه هادوك بغا يديروا لك جمهوريه تما في هذاك المغرب. اوكي لان عارفين لو بوان فيبل ديالك بانه مريض، وعارفين بانه لي ميديكامون اللي تتشرب والعمليه المؤخره اللي درتيها قبل الشهور هذه في فرنسا، وعارفين بانه تتعاني من الانتي ديبريسيون، وعارفينك هادوك الناس اللي معاك تما ماشي انا اللي تيقول لك، راه هادو اللي تيقولوا كيقولوا لك انت بانه عندك مشكل حرمان، فهمتيني عندك الحرمان في المراهقه ديالك. كان البصري مع كان القاسي معاك في المراهقه ديالك ومع الام ديالك وداك الشيء، وداك الشيء كان خلى فيك واحد المشكل نفسي مع في السلوك ديالك في الصحه ديالك كذا. الله يشافيك، وانما دوك الناس اللي حداك تما ومن بينهم هذاك الياس، هذاك الابليس، هذاك الياس، هذاك الابليس، هذاك هو اللي كيخطط، هو اللي تينفذ المسائل باش غيجمعوا لك الحساب، غيديروا لك جمهوريه تما في ذاك المغرب. وهذه المعلومه كنعطيها لك في سبيل الله، وهذه العواشر انت جبتينا داك مجيدي جابنا الموازين باش يشطحوا ويفسقوا عباد الله. انا راه عطيتك المعلومه باش الا عندك شي ملكيه ولا عندك شي حاجه باش تحميها. ما حنا الريف تما ما تخافش علينا، لان حنا ما عندنا لا ملكيه ولا فران، تما عندنا ارض. اوكي كان هذاك راه ارض، راه تما غتبقى وتولي كما كانت بشحال هادي، ومن بعد كل واحد كذا. لهذا ما مشيش بعيد كذا، لان مازال رجع لك بكريشه ديال الشقر، وارجع لك محمد السادس باش نفيقك شويه لان ناعس. فوالا يعني مازال ما نديرو نفس العقاري تزيدو لي. اوكي اخر لقاء اللي انا تجسست عليه بالطريقه الخاصه ديالي في هذا لوطيل هذه، اللي كنت انا 3 شهور في الحزيمه، وراه كاين كاع الناس راه تتفرج دابا معايا هنايا، كاين اللي موثق، كاين اللي استاذ، كاين اللي بحار، كاين اللي نجار، كاين اللي ما خدامش، وعارفين اني جلست معاهم 3 شهور وانا في الحزيمه جالس معاهم. تنجلس في القهوه وتنجلس في المرصى، الدار مرصى القهوه. المرصى درت عليه ملف، عندي ملفات، الحلقة الأولى دازت، الحلقة الثانية دازت، والحلقة الثالثة غتجي بعد يومين واجدة. علاش غادي علاش غالي الحوت في الحسيمة، وعلاش غالي داك الشيء في كذا، رجعوا ليه. لهذا بقى مع خالد بشري، ولا قال لك اسيدي خرج لينا بواحد الفيديو، وهذاك الفيديو بالمناسبة غادي يخرج قبل المسيرة ديال الخميس المباركة والعظيمة. انا اللي سرقت هذاك الفيديو من هذاك العص عص، ما يسمى بالعص عص، عبد الصمد الزياني الذي هو معلم وخطاف كيخطف الناس من المدينه الحسيمه الازمورن. واش الدوله تتكل عليه هذا الخطاف باش يعطينا الاخبار؟ واش المخابرات ما عندها مي تجيب الاخبار تجيبه من عص عص؟ ايوا انا نقول لكم واحد الخبر، ما قالش شي عص عص ودعيم السوسي والمرتضى، المرتضى امراش البارح الفوق في كاينه بازيليك، علاش كان كيهضروا؟ ما علاقته بالثالوث المرعب فيما بينهما فيما بينهم؟ شمن علاقة هاد مرتضى كان مع الحراك وصدق داك هذا، والدوزيم جات وجدت العمالة الناس اللي غادي تهضر معاهم باش ياخذوا تصريحات ديال المسيرة، وجات صورات المسيرة مازال ما كانت ما تجمع والو، ما تتحشموا شي. راه دابا الريف راه حذف القنوات، لا في اوروبا ولا في الشمال، حذفوا القنوات ديال المغربيه كاملين بالمناسبه، لا في الساتيلايت ولا في النوميريك ولا في الديجيتال ولا في الكاسرون ولا داك الكسكاس، فهمتيني؟ كاع نحاو هذيك المسائل كاع معاو كذا. ما كان عي اللايف، ما كان عي الشوط، ما كان عي العصير وزعزع، والله تعالى اللي ترغفوا منه وهو اللي عاطي لنا هذا الايمان وهذه القوه. وهذاك الناس، هذوك الناس يخرجوا لنا الخميس في العزيبه هما اللي زادونا قوه،
وهذاك الخرجه ديال جميع الناس د الريف والشمال اللي خرجوا في اوروبا البارح كلشي تيغوت، هذيك الخميس هي اللي عطتنا هذه القوه، هذاك الضمير وهذيك الغيره اللي خرجتنا الخميس هي اللي عطتنا القوه. وحنا راه كنضامروا مع المغاربه ديالنا من هذا المنبر ومن اي موقع، تنضامروا مع المغاربه ديالنا الاحرار اللي تعانوا الفقر، تعانوا التهميش، تعانوا الظلم. تنقول لكم نوضوا حتى نتوما، الا احتاجيتونا حنايا غادي نوضوا معاكم، حنا موجودين، حنا ما كنتراجعوش اللور، غادي نوضوا معاكم، نضامنوا معاكم، ولكن غتنوضوا بالطريقه اللي نطت بها الشعب في الحسيمه ولا في الريف، غتنوضوا بهذيك الطريقه، بالسلميه، تنظيم، نقط على الحروف، الهدف. هادشي اللي غيجعل المغرب يتبدل، ولا غادي هذوك الناس اللي تتستغل نقط الضعف ديال الشعب لانه طريقه ديال التعليم، حاولوا ما امكن يبغلوا يستحمروا الشعب. الدوزيم وكدا بغا يستحمروا الشعب، هذيك النوع ديال المواد مواد ضعيفه، مواد هشه في ديال الاعلام وكذا. اذا هنا حنا المغاربه ديالنا اللي كاينه في تنغير ولا كاينه في سيدي قاسم ولا في قلعه سراغنه ولا في وادزم ولا في تعتويمه ولا في بركان ولا في وجده ولا في اي مكان شي منطقه، ما نقدرش نقول مناطق المغرب، مناطق المغرب كامله بدون استثناء تتعاني الفقر، تتعاني التهميش، تتعاني التخوين، تتعاني التسويف، تتعاني الفساد من الإدارة، تعاني الرشوة من الإدارة، تعاني المعاملة البوليسية من الإدارات، المعاملة البوليسية من جميع القطاعات الحيوية، ضعف الخدمات، استهزاء بالمواطنين في قطاع الصحة، التعليم، الأبناك، كذا كذا كذا، أبناك الربا، محاولات باش يعطيو الناس الكريديات باش يوحلوهم، الغلاء المعيشة، المنضدة تبقى تما. بحال قال لي واحد، قلت له فاش خدام؟ قال لي راه شوف ما تسولنيش فاش خدام، راه غنخدم بصباغ ولا نخدم حداد ولا كذا، راه كيما دايره الخدمه راه 50 درهم في النهار، فهمتيني؟ واش عباد الله باقي شي واحد كيخدم 50 درهم في النهار؟ واش عباد الله باقي شي سبيك 3000 درهم في الشهر؟ هي ولا طلعتو داك الشيء وطلعوه حتى هي، لان على حساب لي فلاس بلا ما نقولها بالانجليزيه ما يفهمونيش، كاين تمشيو على حساب شوفوا راه كاين الموازنه في الاقتصاد، اولا شحالكم انتم اللي كتهموا في الاقتصاد انتم عاود وفي الفينوس؟ الا راه حتى الشعب قاري، كان واحد الفئه كبيره من الشعب قاري ومقهوره، قاريه ومقهوره ومنبوده، لان ما باغاتش الدوله هذاك النوع ديال الناس، ما باغاش التغيير، باغا هذوك الناس باغيين هما يجيبوا العائله ديالهم يورثوا هذاك الشيء، وهذوك يورثوا هذاك الشيء ويبقاو حنا عا كتفرجوا. قرن داز هو سميتو مولاي ادريس الاول بواحد السادس، محمد هذا الحسن الثالث، وما نعرف واش ما نعرفش يوقف هذاك الشيء ولا غيرجع، ما نعرف. اوكي الو، فوقاش حنا غادي فوقاش غادي نوضوا؟ ها فوقاش حنا ماشي ضد الموازيل ولا شي حاجه، حنا موسيقى، هي موسيقى الروحيه، موسيقى واحد الملاذ الانسان تي 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 تيبرى بها نفسيا، اوكي بالعاطفه وكذا. انا تتصبت موسيقى يوميا، وتنعزف الجيتار وتنعزف البيانو وتنلحن وكندير ميوزيك تكنولوجي، دير ديب هاوس كذا، هذه هوي ها هوايه. وانما في هاد الساعات هذه الموازين ما نحتاجوهاش، لان محتاجين حنايا الخبز، راه عندنا امراه فيها عندها 70 عام تتغطى بالرياض المغرب، واش الرياض المغرب تتغطاو بها؟ امراه عندها 70 عام وتتغطى بالرياض المغرب سيبها في الشارع؟ واش وحده جات ملابسها غير مايو وتتشطح ليا بالرياض المغرب؟ وفين هي هاد الوطنيه؟ واش حتى شي ولي جا شي واحد من بود ولا شي واحد فاسق ولا شي حاجه تيجي وتبقى يتعرى على الشعب، وحنا تنشوفوا داك الشيء في دوزين، وحنا عندنا عائلات، شنو هاد الشيء هذا؟ حنا ماشي ضد هاد الشيء هذا، ولكن ماشي وقته، دار شهر 7 8 كاين الصيف كان كذا، الناس تمشي تسارى، مشي كذا، مشي هذا، ورمضان والامتحانات والحزقه
بنادم ما عندوش شاي رمضان داخل، وعاد بنادم تيقول لي محبك يا تامر، وتيبوس لي الدين ديال الممثلين. وفين كابو شاي ما يا الفيزازي، هاد الناد الخجوز مقيون هادو، فيناكم فيناكم نتوما، وين وينكم، وين تبعتو؟ خرجوا من الشمس واعطيونا الفتاوي المجلس الاسلامي الاعلى وكذا، واخرجونا بالفتاوي هادوك اللي تيبوسوا لي الدين ديال هادوك المغنيين والممثلين، شنو غتقولوا في هادوك؟ اه فانا هي هذيك اللايفات وهذيك المباشر اللي تديروا تتوعي وتتوعدوا عباد الله. ايوا شنو قلتوا في هادشي هذا اللي تيدير امير المؤمنين؟ تبقى تطبلوا امير المؤمنين حامي الملة والدين، عاش الملك، داها وداها، ملكنا واحد محمد السادس. ايوا فينكم؟ بقاو تضحكوا علينا، استبغلونا حنايا. ايوا دابا تسمى الا حنا نورنا في الريف قلنا اللهم هذا منكر، راه كاينه الفقر وكاينه الناس ما عندها شاي وكذا وكذا وكذا. نطي علينا انت وخرجتي دابا باللايف يا بوشيمه، خرجتي علينا من بلجيكا كتقولنا طاطا سوريا كذا كذا. انتم اللي حرضتوا الناس اللي كاينه بلجيكا باش تمشي تقاتل في سوريا، انتم اللي تتهموا في الارهاب، ثم اللي عمرت لهم العقوله تما في هذاك البيوت اللي بقات قال ثم قال وصلى الله كذا كذا، وبقات تعمر لهم في الراس ارى تقتلوا تذهبوا لنا الجله وكذا وكذا. طبقت بقرا عاقوا بكم، العالم كامل عاقوا بكم. اوكي راح شو ما صاير، وخرجوا جيب جيب تاتجو الدروس الحسنيه بقى تجيبوا غتسطرو تما في هذاك القصر، عاود جالسين تما كتستناو في الفطور وكذا. عن ابو هريره رضي الله عنه قال كذا، هو يجيبون الفتاوي راه حنا راه كنبقى نقول اللهم هذا منكر عباد الله، راه الامين المؤمنين جابنا الفساق في كذا. ما كيعلنش ما كيبقاش يقول لنا راه اللهم هذا منكر، الا تتقولوا تما دوله اسلاميه وفين هذا الاسلام؟ ايوا علاش بقال كتزيدونا في الجوامع؟ واش حنا خصنا الجوامع؟ ونقصوا من داك الجوامع، راه الناس تتصلي في الديور، ها دابا ما بقاش تتمشي الجامع، ولينا في الجامع تيمشي بنادم تما تيجيب داء السون، تيجيب تما شي مرض، كيجي كذا، فهمتيني؟ راه كثر كثر هذاك الشيء في المغرب، راه الناس تتصلي دابا في دار، انا تبقى تصلي في التران، تصلي في الكار، تصلي في ما بغيتي تصلي، الا اين وما وجدت هذا كاين الله. الله كاين في ما في اي بلاصه، راه ماشي كاين في السعوديه. خليو الدين ابار، الله يرحم الوالدين، هذاك الشيء باش عبروا عليكم المغاربه. انا ماشي ملحد ولا كذا، انا كنهضر الحقيقه المنطق. راه بهذاك الدين تيقولوا لك راه امير المؤمنين قال كذا، دروس حسنيه، راه صلى نهار الجمعه له مشى له كذا، وفين هو حقي؟ الا ثم قاع تتصلي وكل جمعه وتديروا كل جمعه، ايوا عطيونا حقي، عطيو الحق للشعب ديالها، للشعب الحق ديالها، اعطي بنادم الرزق ديالو. وانتم اللي دايرين الفتنه، العصابه ديال الدوله، انتم اللي دايرين الفتنه، والشعب دابا عاق بكم. هذا الشعب المغربي دابا في جميع المناطق بدون استثناء عاقوا بكم. الشعب المغربي هاد الناس هادو تسرقوا فلوسكم، تسرقوا راتك نهار قلتها لكم، وافقوا عباد الله، رحنا ريافة هنا، لا ديال الناظور ولا ديال كاستياخو ولا ديال طنجة ولا كدا، حنا هنا الشمال معاكم، لي حنا ما ترجعوش اللور، لأن اللور ديالنا عندنا عين بحر، إما نغرقو إما عنموتو إما عنجحو، ثلاثة الحوايج. That's it، رحنا في 2017، راه ما راناش في العهد حسد الثاني. هذا كان رئيس عصابة، راه كان بان وراه شتو، قالنا الناطور حسيمة كذا أو باش وكذا. هي ملا بغيتي تسنطو راه كاينة، راه هو قالها ماشي أنا اللي قلتها، وهذا مالك تيحب شعبو. نعطيكم نعطي ضربكم، مالك تيهضر عند كذا، سلقوط تيهضر على الشعب، سلقوط تيهضر مع الشعب يقول له غنخلي ضربكم وغنديركم، أنا نسرخ باباكم كذا، في خطاب الملك. يوم ماشي عصابة هادي، واش عاد دخلنا عليك بالله؟ هادو حفادة الرسول صلى الله عليه وسلم،
واش حفظة الرسول صلى الله عليه وسلم تيتعاملوا بهذه الطريقة هذه؟ واش اللي عنده شي اصل قال لك من هذا يبقى يتعامل معنا بهذه الطريقة هذه؟ واش حفاظة الرسول قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم سرقوا دوك الناس اللي في شمال افريقيا، قال لهم ديروا من الاسلام، ياك جبتونا الاسلام علاش ديونا حقي وديني الارض ديالي وديني اللسان ديالي والهوية ديالي والتاريخ ديالي والحضارة ديالي وكيفاش لهذا الشيء هذا؟ اما تلك خصناش نضحكوا بقى اننا كتعطى على راه فتنه، احنا ماشي ديال الفتنه. المغاربه مرحبا بكم الحسيمه، اجي تشوفوا اجي تعلموا اجي تشوفوا كيفاش حنا ماشي تما وتبغينا نحقوا المطالب الاجتماعيه والملف الحقوقي ديال المنطقه. ليه المنطقه 60 عام ما تحطت فيها حجره؟ كاع هذوك الفلوس اللي تدخل المنطقه تما تدوها تما هناك، وباش كي كتدخلوا حنا تبقى يستثمروها تما ليهم هما، باش يبنوا بها كوميساريه ويشروا بها الطوبيره ديال القشله ودي كذا وكذا، يشروا بها السلاح ديال الجيش بفلوسنا وفلوس ديال الفقراء من المداخل ديال الدخل اللي تعطيهم الدوله كل شهر وتتسرق منهم عاوتاني هي. ارى هاك ارى ولي ما عندوش، كاين شحال من صباغ، كاين لي واحد خدام في النبيرة، كاين لي واحد نجار، فين هو لا سينيسيس ديال هاد الناس هادو؟ ايوا غدا غيطيح من، انا عندي صاحبي مولد الحومة طاح من، قلت له اخي مصطفى مالك في رجلك؟ قال لي طاح من السرجم، من طاحت من السلوم كذا كان صباغ. قال لي قلت له عطاك شي لا سينيسيس ولا كذا؟ تلاقيته في العيد الكبير مصطفى عرودة. قال لي لا خويا انا دابا خرجت باش يمضي لهذاك الجنوي وكذا في العيد، وتي تيشوي في هذاك بومزوي وكذا تما حدا الماء في الحومه، فهمتيني؟ واش هذه دوله هذه؟ هاني تنقول له حنا راه بغينا حقوق مواطنه الانسان، هذا اللي ما عندوش غيطيح وعلى الله وعنده ولد وعنده الكره وكذا. هو تدعوا هاد الناس هادو اللي كتدفعوا نتوما باش يوليو شفاره يوليو تيقتلوا تيجريسي ويديروا تشرميل، لان يعني هادو ضحايا ديال العصابه ديالكم نتوما اللي سرقتوا هاد الفلوس ديالهم. دوختونا بلا سينيسيس، سيزيتونا لا سينيسيس ربعه المرات، شحال من مليار سيزيتو من لا سينيسيس؟ شحال من مليار سيزيتو في لا سياش؟ شحال من مليار سيزيتو في المكتب الوطني للسكه الحديديه؟ وشحال مؤسسة مغربية شبه عمومية اللي تابعة للملك تسيزات؟ وشكون اللي سيزاها؟ واش العصابة اللي حداكم ولا الشعب المغربي؟ وجاوبوني شكون اللي سيزا هادو؟ ياك اخرها خالد عليوة ما نعرف شحال من مليار دخلوه للحبس، شوية شوية مات يما الله يرحمها، راه تا هو كان اتحاد اشتراكي، خرج كدا دبروا عليه، طال نسى هذاك الشيء، دبروا عليه واحد المنصب اخر واش كيدير؟ لفتي تسرق من عشام الارض في غداك و طريق زعير في الرباط، فين اغلى كيتسوى الارض غاليه تما، تسمع السفارات ديال روسيا كاينه المهم خدام الدوله. باش كتخدموا الدوله نتوما؟ دخلنا عليكم بالله تقولونا عاد باش تخدموا الدوله بالنهب والسرقه وتكبشوا عند الملك تتركعوا له هيدا عاد باش تكذبوا عليه؟ باش ترضى عليكم العصابه الكبيره باش تزيدوا تسرقوا كبار باش تعطيهم عاد تزيدوا انتم تسرقوا تعطيوا لبعضياتكم وحنا بقى نشوفوا. ايوا دابا جا وقت الحساب، راه المغرب غينوض كامل باش يقول لكم اعطينا حقنا، اعطيونا حقنا. المغرب كامل غيخرج برا سوا في اي مدينه غيخرج يقول اعطيونا حقنا ديال الفوسفات، ديال البحر المتوسط، ديال البحر الاطلسي، ديال الذهب اللي كتصدروه بالاطنان الخليج واللي تتصدروا بالاطنان لاوروبا بطريقه او باخرى. واجبنا هذاك الذهب، واجبنا هذاك الفوسفات، هذاك راه ملك للشعب وليس ملك للشخص او عائله. الى عائله تقوم ب الملكيه وكذا في المغرب وتعطي الحق ديالها للناس، بحال هنا في بريطانيا وهولندا كلشي تياكل كلشي فرحان كلشي راه بخير كلشي تياخذ حقه. علاش ما كايناش بالبالة في اوروبا وشي دول اخرى؟ كاينه عيب الدول العربيه لانهم مرض ما شافوا شيء، ما عندهمش العقل، لانه تلاهو مع الدين، تلاهو مع الدين، خلاو الاخلاق وخلاو الاقتصاد وخلاو الماليه وخلاو كذا وخلاو الانسانيه وخلاو الحقوق ديال كذا وكذا.
هذا هو المشكل. ولكن الجاي اللي طالع دابا وحنايا يمكن غنديروا شي تغيير، ما بقاش هذاك باك صاحبي ولا راه هذاك الكوت بيستون ولا هذا دخل ادم ليه ولا كذا. المغاربه عاقوا بكم وعاقوا بكم من جميع الدول الاوروبيه المتقدمه العظيمه، عقد بالشفاره ديال الدوله. اوكي، وعاد انا بقى نفضح فيكم الا تتم تتوجدوا تتقول له حتى يجيو عنوري له كذا، ما تقدروا شيء، والله ما تقدروا، اتحداكم. نرجعوا هاد خالد بشريوي اللي بدينا عليه هاد الموضوع، راه سمعوك في المغرب كامل خالد بشريوي اللي تتاجر في المخدرات وهارب من هولندا بثمان سنين، وراه كتجري تما بهاديك الكريشه تما طق 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 طق، دير راسك انت عضو بلدي رئيس مجلس. فوقاش انا ما عمر سمعت شي حاجه في المغرب ولا في العالم المجلس الاقليمي للسياحه، ديالاش اش من السياحه عندنا في الحسيمه؟ وجاوبني السي خالد بشريوي، اش من السياحه اللي عندنا في الحسيمه؟ واش عندنا مليون سائح تيدخل في العام تدخل الحسيمه؟ وجاوبنا، واش هادوك السياح اللي تيجوا من اوروبا اللي هما ريافه وتتشارجيهم 100 درهم للطبله باش يجلسوا في هذيك؟ ها وعاد كيقول لك اه والله العظيم انا ما دخلت الفلوس ديال هذاك المشروع اللي انا استثمرت فيه تما، ما اش غادي تستثمر ابو قيو عاب واحد ديسو في غا من اذا استثمر شنو استثمرتي تما؟ ياك بيضتي الفلوس تما، واش اللي كيبيض الفلوس كيستنى يربح؟ ابو عكير وقول لي واش اللي كيبيض الفلوس كيستنى يربح؟ اللي طيب بيد الفلوس راه طيب بيد الفلوس، ها هو تما، ها هو تما على الاب الابيد دخل، ما دخلتيش انا طنبيض الفلوس، ها الفلوس انا دارت ديال السياحه ودير تا المجلس الوطني للسياحه، مجلس اقليمي للسياحه. قول لي اللونيكو اللي تيساهم في السياحه في العزيمه اوكي بطريقه او باخرى، هذاك افراح المجيدي ولا الفقيري مجيد الفقيري هذا كنعرفو بعدا كيدير الحفلات وداك الشيء لا علاقة له بالمخدرات وكذا، داك ورثوا ارض من باهم وشراو وباعوا الكريدي من باكا وكذا وكذا وداروا المشاريع تما بعدا كوميم. ولكن مازال غنبحثوا غنشوفوا هاد الفقيري المجيدي واش هاديك الارض اللي حدا خرجت الحسيمه واش هاداك تعطات له بهاد الطريقه اللي داها لحب موتي. المهم غنسولوه باش ما نظلمو حتى شي واحد. خالد بشريوي ايوا فين خرجتيني على بالفيديو تتقول له ودارين لك الورقه من الدي اس تي داروها لك تحت، كتقول له ايوا احنا من تجار وقطاع السياحه بالحسيبه نحن نعمل كذا تطام وهذا، فكم نحن ننديد ونشجب هذه التصرفات، ولهذا وبالتالي احنا على الابواب. ايوا متاع الخبر اللي رديتي الخبر نهار الخميس غيخرجوا عاقو عاقو نوضنا مع داك كاع اللي داروا تصريحات من هذا، مشيتي حي قلت العص عص حيدو. دابا انتم تتفهموا في الاعلام، الاعلام اش الاعلام ديال ثلاثه ديال الناس تتوجدوا تديروا بارطاجي لبعضيتكم تما اونفوي اونفوي باش يبقى تهجموا عباد الله. دابا الاعلام نزلني قسمي قال الاعلام كنيو هاد خيشيتني ناس اديني شي سرقت لهم هذاك الفيديو اللي تيقول له سرقته وعطيتها لشي ناس ودرنا له بارطاجي بارتو في الفيسبوك وفي اليوتيوب. اوكي ماشي عارف على مع من كيلعب. وعاد قلنا له دابا شني كاينه، واستنى دابا نديرو التحقيق ديالنا نشوفو هاد السيد منين جاب هاد الشيء هذا. ودرت التحقيق وسولت مخابرات ديال هولندا ولا مخابرات السيرية ديالهم المتعامله معه، وصلت لي معلومات عليك انت، وتتاكد هذه المعلومات هذه الصحيفه هذه ديال كرايم سايد دوت ان ال اللي ترجمتها فرونسي، قريت عليك الخلاصه بفرونسي باش تدول العميقه راه تفهم فرونسي تتبوزا لينا فرونسي راه فهمت هذاك الشيء. فوالا وتنقول لك واحد الحاجه اخرى انا نزيدها لك باش باش تشرب العصير حلو فهمتيني، شرب العصير حلو السي خالد بشريوي. من هذاك هذاك اللوطي اللي تجلس فيه انت من تما تدي الصفقه ديالك ديال المخدرات والعقار مع الحموتي. اوكي والحموتي راه فتح عليه موضوع خاص اللي تنتي يسرد الكوكايين في انا نهضر مع نقول له راه اسرار ديالو هذاك بوحدو هذاك هذاك ماشي عصير هذاك زعزع لان هذاك كبير هذاك خصو زعزع.
الوغ هنا تشوفوا تيسرد المخدرات الكوكايين كيسردها، كان عنده شركة بطباعة ولا ألومنيوم تسمى في ذاك الرباط وكذا، سرد الكوكايين من المغرب حتى لأوروبا في التوب ديال الألومنيوم. هذا الحموتي اللي قال لك أنا أجي ودير الفلوس، أجي ودير الفلوس، جيت تما تشري الأرض تسرقهم ب 20 درهم تتبنيو بها الأراضي وكتبيعوها ب 50 مليون للصندوق كاع مرشي، هذاك تطوير الأموال. ياك انا نرجع لك الحموتي نوريك شنو هي المافيوزيه وتشفاريت وباش تكون طام غرابيت وشنو هي طام غرابيت وكذا، انا نوريك نعطيك العصير ديك الحموتي. لا انت ولاك القزم السياسي اللي داخل معاك بحال ابليس تتاكلو تجوج بيكم وكتقعد داخل ب 25% في لي زوطي في طنجه، زيد من هنا زيد كذا، او لاحظتم ملف خاص بلا ما اقول شي حاجه. الو، تتمنى بان اخواني اخواتي، انا ساليت هاد خالد بشريوي مشي المزبله التاريخي اللي بغا، انا ما عندي معك حتى شي، او كلا ربما ما عمر تلاقيتيني وما عمر شفتيني وما عمر جلستي معايا وما عمر هضرتي معايا باش تعرف هادي السي خالد، انا وياك بيناتنا غير الخير والاحسان، ولكن تقولها دائما لريفي وعندي ثبوتات دلائل دار شي حاجة سبق شي حاجة، المصير ديالو اللايف هنايا ريافة والمغاربة كاملين يعرفوا حقيقة ديالو. اوكي، لان راه حنا عنا ضمير، ما تسكتو شي على الظلم، ما تسكتو شي على المنكر. اوكي، راه عاقل فين كانت عندك مؤسسة نيكور، راه كنت كنقرا في الباديسي كان دوزت تما، كانت عندك تسعة حدا علي بحسون موراها مدرسة علي بحسون، ياك وقاش درتي هذيك المدرسة خالد بشريوي؟ شنو كنتي كدير في هذيك المدرسة خالد بشريوي؟ كنتي كتعطي لي سيرتيفيكا للناس بالفلوس 30 فرانك 40 فرانك، بديتي هايدة. اوكي، ونقول لك الناس اللي كانت كتقري تما بهذاك الكذا، ونقول لك الناس اللي قرات تما عندي لا ليست. اوكي، هذاك الشيء اللي عندك في الكمبيوتر كلشي عندي انا هزيته لك، انت ما دير الخبر. اورايت، دابا انت بديتي كتعلم الناس الكمبيوتر، علاش؟ لان هربتي من هولندا هذاك الوقيته، كنت راه درتي بيو، مالاضي وديك الروينه ديال وتسمى ديال تقول انا كنفهم في الانفورماتيك، الا كتفهم في الانفورماتيك ما ديرش هذاك الفضايح اللي مع عصعص تعطي له فيديو حيد فيديو كذا. اورايت، كنت كدير كذا، الوغ انت كنت كتعلم داكتيلو و كومون بو زعما سيزي تيكست في الوورد ولا شي حاجه، صدقت انت عندك لي زوطير في اسبانيا هنا وفي العوسيمه والبحار وكذا وهادي ومن لهيه ومن هنا، او من اين لك هذا يا خالد البشريوي؟ من اين لك هذا؟ واش اخترعتي شي لوجيسيال بروغرام ديال شي بانكا بعتيه ب 40 مليار و 40 مليون يورو جبتيها الحسيمه واستثمرتي تما لانك خدمتي عقلك بعتي شي حاجه مهمه علميه ولا دابا شنو؟ يا قلت لك ما جبتي هذوك الفلوس، ولكن قال يعقوبي تيعرف شنو هو القانون ويمشي يطبق القانون مع هاد السيد هاد المافيا المخدرات، يقولوا منين جبتي هاد الفلوس؟ الا كنت حقا باغي تحاربوا الفساد والرشوه، قولوا ومن اين لك هذا يا خالد البشريوي؟ وقولوا الو اليعقوبي والهمه والعمري وابو طرا والسعدي يا فاطمه، قولوا صاحبكم من اين لك هذا صاحبي؟ قولوا من اين لك هذا، من جبتي هاد الفلوس؟ ومن هاد المنبر هذا بغيت نقول لهذاك الكوميسير ديال سميتو فارس، سميتو هذا صابر، لا انت راه نقول لك الصراحه، النهار اللي هضرت عليك هذاك النهار معاه في الريشه راه ما تنكذبش انا، يعني راه داكشي كلشي موثق. إيه هنا غندخل دابا غنقول جمع لي مراتك اللي سميتها فاطمه بو فارس خدامه في العماله، اللي كان باها لا جودان اللي ساكن فوق لك اون فاس البنك الشعبي شحال هادي تقاعد الله يرحمه، جمع لي مراتك، جمع لي فاطمه بو فارس، وبعد عليا انت راه ما تقدوش عليا لا انت ولا هذا، انا راه اكثر منكم. اوكي،
طولانطي اكثر منكم، لا انت ولا مراتك وديك المخابرات اللي عندكم تما. ورايت جمع ليا مراتك ووقفوا هذاك الشيء اللي كتكتبوا عليا تما، اللي عندكم شي حاجه ديروا اللايف وقولوها، ما بقاش تخلوا عليا تبقى تسيبوا عليا بس وراو الزبر ديالكم في اللايف وتهربوا عليا. راه دخلت الفيسبوك ديال مراتك، دخل الفيسبوك ديالك الخاص اوكي، وداخل الفيسبوك باش كتشاطي مع الشيخات كنعرفوا راه كاملين دخلتهم، وخلي يستر ما استر الله، وخليني نستر ما يستر الله. راه ماشي شي واحد يسهل، غنعرك ونخليك عري عيان في ديك الحزيمه، لا انت ولا داك مراتك. راه ما كتلعبوا شي مع الدراري بحال هكا الحسد الثاني، وتا حنا راه ماشي دراري، حنا راه رجال كيهضروا معاك رجال. جمع راسك رئيس القطاع ديال الدي اس تما في العزيمه، سير الدار ديال الدوله للشعب باش يسكن فيها شي موظف اخر انت مسكن بها العائله ديالك، وانت عندك الدار الوظيفي الاخرى اوكي. الا عندكم شي دليل دوله كامله، الا عندكم شي دليل على هذا عبد الطخيف هذا سرق شي فراك من المغرب ولا دار شي زبله ولا دار شي مصيبه، راه عندكم مخابرات وعندكم قنوات الصرف الصحي وخرجوا بتصريحات مع هذاك البابا ديال الخلفي اهضر يقول له هاد فلان هذا كذا كذا كذا. ونسيتكم حاجه اخرى، هذاك ناصر الزفزافي بعدوا منه خليوه ترانكيل، لان انا كون بير مرصات انتوما الا ما بعدتوش من ناصر الزفزافي حتى حنا راه ما غنبديش نبعدو منكم. عندنا علاش غنحطو عيني حتى حنا، عندنا نقاط الضعف ديالكم حتى انتوما. الو بعدوا من ناصر الزفزافي، ناصر الزفزافي قيادي اوكي شجاع ما تقدروش عليه انتوما اوكي. ايه خرجت تما واحد الالاف من البشر يخرجوا استاد باش يعبروا عن هذا الغضب ديالكم وعاد التنديد وكذا، باش نتوما تهدونا ما تقدروش تهدونا، لان قلت لكم حنا مورانا البحر وقدامنا نتوما وتما من بعد الهدف اوكي. باش تكونوا واضحين راه ريافه في مكانه في العالم، راه نتحدن حنا خوت ولا بغى يتحدوا معنا المغاربه الاحرار اللي بغى يبدلوا الاوضاع في المغرب، راه هادشي هذا راه غادي الهاويه. نوضوا قولوا حقكم، هذه العواشر هذه، نوضوا قولوا حقكم، طلبوا حقكم، ديو هاد الناس هادو اللي سرقت لكم الاراضي تما في الجماعات ديالكم القرويه ولا الجهويه ولا البلديه كذا ولا في الجهه. راه كنعرف شحال من واحد سرقت له الارض في مراكش اللي هو خدم 40 50 سنه في هولندا ولا في المانيا، تيجي تيستثمر في بلادو تيهزوا له رزقو تيخليوه على زاوي ما عنده طا فرانك، تيبقى يجري من هنا من هنا من هنا تيدير ها تيرجع تيجي هنا تمسكي طيطان طاحر كيبود بالفقايس. قال لك المفهوم جديد للسلطه، تقريب الاداره المواطن، واش هذه هي الطريقه تقريب الاداره للمواطن؟ وفينا هذاك الملف ديال التنميه البشريه والاصلاح ديال التعليم، اصلاح المنظومه التعليم منظومه القطاع، فين وصل هذاك الشيء؟ واش ما عندناش الحق نعرفوا فين وصل هذاك الشيء؟ ايوا ديرونا سيرونا الدوله، الا ما قديتوش تسيروا الدوله عيطوا للدوله يا اخرى تجي تسير الدوله مؤقتا تحطها على السكه وتوريكم شنو هي حقوق الانسان وكيفاش تتعامل مع المواطن وكيفاش غتبني السبيطار وكيفاش تخدم خدمات السبيطار. كريو شي دوله تجي تخدم تما واحد خمس سنين تتسكد المسائل، ما لقينا عليكم نتوما راه ما غتسكدوا. بقى حنا راه دائما كنسمعوا في الاخبار، واش المغاربه دائما ما كتسمعوش في الاخبار المخطط الخماسي المخطط السداسي كذا راه تشميه تشن هي تشن انا، واش كتشوفوا شي حاجه ولا انا كنبقى نتخايل؟ نوضوا راه غيحاسبكم الله تعالى، يقول لكم صاحبي نوضوا والمغاربه نوضوا ونوضوا. الله يرحمكم الوالدين، الا عندكم شي ضامير الا عندكم شي غايه ولا شي نفسيه عندكم تتأنبكم، ونوضوا صاحبي نوضوا. الا ما نوضتوش راه ما غاديش يوقع التغيير، لان اقوى سلطه في العالم وهو سلطه الشعب، وعاش الشعب.
ما فهمتش واحد القضية أخرى خصني نقولها لكم. هاد الناس اللي كتدخل دابا وتتكتب هنايا دابا، واش مراضين؟ واش ما عندكمش النفس؟ عاش الملك عاش الملك، واش شبعتي الخبز هذا اللي كيقول لي دابا انا عاش الملك ولا عاش الوطن كذا؟ واش شبعتي خبز؟ شبعتي حقوق الانسان؟ لان انت اللي كتقول عاش الملك لانك تستفد من الريع السياسي ومن الريع الاقتصادي، او لباك برلماني، او لباك رئيس جمعيه، او لباك رئيس جامعه، او لباك رئيس شي حاجه، وتستافدوا من الريع ديالك وتستافدوا من العصابات ديال الدوله، تبقى تدخلوا لينا هنايا. راه مخير غندخلوا فيسبوك ديالو ونعرفوا شكون هو. الله يهديكم، الا ما عندكم الشغل سيتقدوا شغلكم. هاد البلاصه هادي ديال الرجال اللي عندها النفسيه وعندها النفس واللي عندها الغيره، اللي ما حبوش هاد الخطاب واللي ما حبوش المعقول، يروح يتشطحوا، راح يروح يشطحوا صاحبي. واش راهم يديروا عندي هنايا؟ يروح يشطحوا عند البوازير عندهم هذا، روح يشطحوا، روح تفرش في واد الذئاب ولا قطاع الطرق، روح تفرش فيهم. واش علاش تجي هنا تضيع وقتك عندي هنايا؟ وعلاه؟ وغرش عن ناصر الزفزافي كيتهمو بانه التقى رئيس مخابرات الجزائريه، واحد السيد عاود دخلت له تصنت له واحد التحليل، عرفتوا هذاك راه معقديني، كيقول لك السفير ديال الجزائر اللي كيف بلجيكا بيت نسيق مع سعيد شوعو هما اللي تيمولوا الحراك ماديا واجراو. ودي يا صاحبي على مخابرات عندكم ديال اخر الزمان، عرفتي شكون اللي كيمول الحراك؟ نقولها لكم دابا اليوم، شكون اللي كيمول الحراك معنويا وماديا وكذا؟ عرفتي شكون اللي كيمول الحراك الشعبي؟ انا اقول لكم اليوم شكون اللي كيمول الحراك الشعبي ماديا ومعنويا واستخباراتيا وكذا، هو الشعب نفسه، هذيك الغيره اللي عند الشعب، هذيك القرحه اللي عنده في القلب، هذيك هي هو التمويل الحقيقي لهذاك الخروج وهذيك المسيره وهذيك 7 شهور ديال لاباسيونس وكذا والانتظار وديال كذا. هذاك هو التمويل الذاتي، التمويل الذاتي لا اقصده بالماده ولا كذا، معنويا ضمير اللي غتشوف انت هذاك 700000 ولا 800000 في خرجات، خرجات بضامن وعندها غايه. واش حنا غادي نستناو شي واحد يجي يعطينا؟ واش حنا في الريف خصنا شي حاجه؟ خصنا فلوس؟ واش حنا في الريف خصنا ماده؟ راه غير في واحد يدخل 60 مليار في العام للحسيمه، ديرها في بالكم الدوله العميقه ولا الدوله ديال جوج فرانك. غير في واحد راه 60 مليار سنتيم يدخلها في العام الحزيمه، غير في واحد. اوكي، مش تقولوا راه حاز غير ولا ما عندهم شاي ولا كذا، لان دابا حنا علاش ما بغيناش يديروا حنا مؤسسات؟ لان حنا قادين نديروا مستشفيات، قادين نديروا كذا كذا، لانك انتو بغي تقول وحده الترابيه ايوا تفكوا معانا، اعطيونا هذاك السبيطار وعطينا هذاك المستشفى، عطينا تما المال للحيوي، عطينا الخدمه، عطينا الشركات، الدوله هذه تحاس معايا ما تفكوش حنايا، ما كاين لا انفصال ولا حنا وحده الترابيه السعاديه، اجي تحاسبوا، بني لي جامعه، بني لي مستشفى، اعطيني حقوقي، ارضني انسان، اعطيني المواطنه ديالي، ما تخليني شي عريان، ما تخليني شي انا مروق في راسي، اعطيني حقي. يلاه دابا خاصك تعطيونا الحبيب في الحقوق ديالو، خاصو يطبق، وباش غيطبق خص يجي الملك براسو، لان رئيس حكومه رئيس الدوله ويسود ويحكم هو اللي يجي باش يتفاهم مع هاد الشعب هادو، مع 6 ولا 7 الناس تتمثل هاد الشعب هادو. اوكي، لان هاد الناس هادو ماشي مدلولين وعندهم رجال، ما عندهمش الشمايت، راه كاين الشمايت في ما مشيتي في المغرب وفي العالم، كاين رجال وكاين الشمايت. اوكي، راه حتى حنا عندنا الشمايت في الريف، عندنا الشمايت كاينين، وشفاره وقماره وطباله وغياطه وركاعه عندنا في الريف، وتنفضح فيهم يوميا. اوكي، وكاينين في مراكش وكاينين في اكادير وكاينين في جميع المدن المغربيه، كاينه الشمايت وكاين الرجال. ودابا خصنا نكونوا حنا رجال نجمعوا مع بعضيتنا باش نغيروا هذاك الجهه الاخرى اللي هما الشمايت، باش غادي نجريو عليهم ولا نحاكموهم ولا نوضروهم. اوكي، الا بغيتي تحافظوا على الوحده الترابيه اللي كتقولوا، ايوا نوضوا تغيروا، نوضوا تقولوا اللهم هذا منكر، ماشي اقولها انا بوحدي ولا يقولها ناصر الزفزافي،
راه المغرب ماشي ديالي بوحدي ولا ديالو بوحدو. اوكي، هادشي اللي خصني نقول، وربما يمكن كثرت عليكم، حيدوا عليكم داك المخابرة الجزائرية راه جات عند ناصر ولا كذا وكذا. راه قلت لك في هذا راه عنده مخابرات ما محتاجيش اي مخابرات اخرى. اوكي، الريف عنده المخابرات ديالو، ومجاهدين ومجاهدين عندهم المخابرات ديالو، عندهم اللي كيجيب معلومات، وماشي بهذه المعلومات اللي كيجيب انا كنقول لكم دابا. انا لا تدير هذا المسائل ديال السريه بوحدها، ما كيدارش في اللايف ولا كيتقال في اللايف. اوكي، باش ديروها بين قوسين. وفاطمه بو فارس، انا قلت لك بعدي مني وسيت خدمي، راه تي راه كاتبه تما في هذاك الولايه مع الوالي، بعدو مني خلينا ترونكيل باش ما غاديش نفضحك طولا وعرضا. خليني خليك استر ما استر الله. انا راه ما جيتش عندك انت وقلت لك راه درتي ولا درتي، قلت لك راه راجلك كيساهم في الفساد في الاقليم الحسيمه، ومن حقي يفضحوا. اوكي، لان ما قد... لان الدوزيم ولا الاختيام والصحافه ديالك ما تقدرش تفضحهم، لان فيسبوك درتنا اللايف دابا غنفضحوهم حنايا. اوكي، قوة الشعب هي اللي غتفضحهم واللي غتغير هذاك الشيء، فهمتيني؟ وكتستسمح اخواني اخواتي لا تعصبت عليكم، هذا الشيء كيجي عليا بالغيره، كيجي عليا المغاربه كيشوفوهم هنا في اوروبا ولا تمشيو عندهم تشوفوهم حتى هما راه تيبقاو فينا بحال تيبقاو فيهم، تيتضامنوا معانا بحال تيتضامنوا معاهم، ولكن هذه المره خصنا نوضوا كاملين. الريف ناض، شوفوا يعني كيفاش كيعاملوا المسائل ديالهم، كنظموا المسائل ديالهم واللايفات وكذا وكذا، والجرائد الدوليه ديلي ميل هولندا فرنسا كلشي كتكتب كاع كتجي كاع كذا. ايوا نوضوا تاتوما عطيونا الشرعيه باش حنا ما غاديش نقولوا حنا قلنا لكم ماشي انفصاليين. ويلاه نزيدوا ندافعوا على واحد التراب، ينشروا على الشفار وكذا. يلاه يلاه نزيدوا سيدي. الجزائر ما اللي كتقول لي مخابرات الجزائر، امشي المخابرات الجزائر يعاونوا عباطتهم، راه حاصلين والكاز كيتقاضى وهذا كدا والفلوس هربات وهذا كدا، هادوك يتفكوا مع بعض. حنا عادي جيتو حنايا في الريف يعطيونا الفلوس، ولا عندكم شي دليل؟ الا كان شي دليل يا الخيام ولا الحموشي ولا المنصوري، عندكم شي دليل؟ الا عندكم بالكبده خرجوا بها الدوزيم، ولا عن طريق الناطق الرسمي ديال الحكومه وعنوها بصفه رسميه وجريده رسميه بانه في الريف كاين ايات خفيه وتوجيهات خفيه وتمويل مادي، وخرجوا بها وديروها في البرلمان، نجي مستجيب مجلس البرلمان للنواب، وتما غادي نقول له نهزوا يدينا ونجيو نجيو ديونا ونمشيو للحبس. يلاه ها التحدي مني انا. العار والعواشر هادي يبا يدخل شي فراك حمر لهذوك الناس، القوة ديالهم والاتحاد ديالهم هذاك هو راس المال ديالهم، هو التمويل ديالهم والغيرة ديالهم على بلادهم وعلى أرضهم، هذيك هي القوة ديالهم هو التمويل ديالهم. أقول قولي هذا وأستسمح. شكرا أخوتي المغاربة، أيثما سويثما ماني ما تجابس حنين على السي رسم العراف الزو ميزيا ديال ماني غيوزن بزاف، ميزيونين يتعيقني يا زودي فهم خيري فينا يا زودي بوزان يا زودي كفيطا عن طازيني غدرينات اسنك اهن سبينشا اهن سبيشا صافي اهن سبين تشاتي نصاص هاد المواط فهم داي اسي خالد روغاس من عيون ما لا ما راه عشي نكار انا شي كذا غزمي صلاة ورد غزمي صغير كذا لان طرح غير حبس اشوي غير حبس ليش غير ونار حبس. اوكي، قادا غير تيستاث وذا هو الشميت ذا غير تيستاث ني غير الشخصي لا شوي غير حبس. اوكي، وغايب هو كيكشي كذا، ولانما الطريقه اللي قاش بلا ضروره تاع امي قاش يريش كعاد وقيلو تجي كي الحسيمه مخيع يوم كي بالا غير وشي تشكل داك الشيء دانا بالا غير ويكمل اصاحبي وتسحي وتبدهي. الله يا ودي الجيد انا غديني ابارتي وعم الدني ما تسغي بالدني يا صاحبي ون الدولار قصا غيني دي تست كدا كيس المعامله المخدرات كاين هذه اللي هي لوطيل اه قعدت عنو ديك ست يا بعدا مرات قصا فقط الملاير دوك كاين كذا شو تعيش الباطر ما يدير ارتيست بعدا واش مان باطور كذا عاد قاسم 100 درهم تستثمر انا ما جبت رزقي ما رجعتوش ودار بوا رزقينو عاد تشد كذا عاد وقاروها تو في دنيا رزقنيني دزقني ضار مع كلشي اللي راح. تحياتي ما سميت ما السلام يا عزماني ما تجام تقاري شكوم فوالا اروات ان شاء الله ديكوان ادت فتحك شويه قرمويه عاود دعق قرمويه عاود
فوالا سيتي مغنى وناصر الزفزافي اكسني التفضيل بني غلمير في الحقوقي نيشات شوكي خصها على الصعيد الدولي سا من يتجنن برا تقاضي شكون تحياتي تمسويت ما